أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى والبداية من النادي الأهلي، يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في 8 مساء اليوم على صالة 6 أكتوبر في الجولة الثالثة من الدوري قبل النهائي ببطولة دوري السوبر. ويبحث الأهلي عن مواصلة عروضه القوية في البطولة خلال مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني طارق خيري الذي استعد جديا لهذه المواجهة. قالت دينا عمرو قائد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إن فريقها قادر على مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة أمام الصيد وهليوبلس والجزيرة وحصد 6 نقاط هامة. وأضافت نتطلع لتكرار الفوز على نفس الأندية في مباراة العودة على ملعبهم الخاص، خاصة وأن هدفنا واضح وهو تحقيق الرباعية. حصل علي هاشم مدرب فريق الشباب لكرة السلة تحت 18 سنة بالنادي الأهلي على لقب أفضل مدرب في بطولة القاهرة والتي توج بها الأهلي مؤخرا بعد نتائج رائعة حيث لم يخسر الفريق أي مباراة في البطولة. وحصل هاشم على درع أفضل مدرب في البطولة من منطقة القاهرة، وهو ما يعد إنجازا جديدا إلى جانب تتويج الفريق باللقب. ومن جانبه أعرب هاشم عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب منطقة القاهرة وأثنى على أداء اللاعبين، وأعرب أيضا عن سعادته بتتويجه بشكل شخصي بلقب أفضل مدرب في البطولة.